السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مساءكم سعيد. هذا تسجيل يعني قصير فقط حتى أنبه الإخوة والأخوات، لأنه درت منشور وربما فهموه الإخوة المغتربين بالخطأ، لأنه أنا قلت ما تشتريوش يعني تذاكر على الشركات الأجنبية أو على رحلات الشركة الأجنبية اللي ما هيش الآن تعمل على البرنامج اللي معروف أو اللي معترف به واللي تكلمت عليه مرارا وتكرارا. على سبيل المثال لوفتانزا عندها رحلة كل سبت، إيطاليا الإيطالية كل يوم جمعة، كذلك التونسية كل يوم اثنين، التركية كل يوم خميس. ضف إلى ذلك على الرحلتين الخاصة بالخطوط الجوية الفرنسية يوم 24، وكذلك الرحلة الخاصة بترونزافيا يوم 24 كذلك. يعني بدل هذه الرحلات أو عدا هذه الرحلات ما نشريوش رحلات أخرى. هذا هو الإشكال يا جماعة. يعني صدقوني يوميا أستقبل مئات المكالمات تاع الناس اللي يقولوا لي إحنا شرينا 5 جويي، واحد يقول لي 20 جويي، واحد يقول لي راني شريت على كورسيكا لينيا، واحد يقول لي راني شريت على فاليريا، واحد يقول لي راني شريت على لا أدري شركة فيلينج، واحد يقول لي على آسال. فبالتالي أنا المنشور اللي درته يا جماعة باش نبه خوتي وخواتاتي وإخوة المغتربين، قلت لكم ما تشريوش ما تشريوش، قلت لكم ننتظروا يعني البرنامج الرسمي. كي نقول البرنامج الرسمي عاد هذه الرحلات اللي تكلمت عليها، يعني الرحلات اللي راح تجي إن شاء الله في الساعات المقبلة أو في الأيام القليلة المقبلة، وربما يكونوا فيها رحلات بحرية، ربما تدخل شركة جديدة، ربما الدولة كذلك تزيد تعطي أو هذه الشركات الأجنبية تزيد تعطي الموافقة نتاعها باش يكونوا رحلات جديدة. هذا هو يا جماعة، ما نفهمش المنشور بالخطأ. والناس يقولوا لي انت قلت لنا روحوا شروا على الخطوط الجوية الفرنسية والآن راك قلنا لا، أو قلت لنا لوفتانزا. أنا ما قلتش ما تشريوش الرحلات اللي علمت عليها، اللي علمت عليها في مناشير سابقة. يعني هذه 24 باريس العاصمة، 24 ترونزافيا أورلي وهران، لوفتانزا عندها رحلة في الأسبوع، الإيطالية رحلة في الأسبوع، التركية رحلة في الأسبوع، كذلك يعني التونسية رحلة في الأسبوع، إضافة إلى رحلات الخطوط الجوية الجزائرية اللي راكم تعرفوها كامل، اثنين من باريس واحدة من مارسيليا أسبوعيا، وكذلك رحلة لألمانيا، رحلة لبرشلونة ورحلة لتونس، ورحلة كذلك لألمانيا، ورحلة كذلك لروما. ما عدا هذه الرحلات المعروفة ما نزيدش نشري رحلات اللي ما علبناش بيها واللي ما هيش رسمية، لأنه قلت لكم صدقوني مئات المكالمات تاع الإخوة وكل واحد يعطيني تاريخ اللي ما هوش رسمي. هذا هو اللي أكدت يعني ودرت المنشور فقط نذكر به خوتي المغتربين، لأنه يقول لك ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هكذا باش نأكدوا لهم ونزيدوا نحسوهم يعني، وكذلك نعلمهم باش ما يشريوش تذاكر خاصة بتواريخ لما نشعل بالنا بها، أو حتى بشركة طيران اللي ما زالت ما عندهاش الاعتماد وما عندهاش الموافقة من طرف المديرية، مديرية يعني الجزائرية للنقل الجوي أو الملاحة الجوية، أو حتى للشركة يعني للمديرية الخاصة بالنقل البحري للمسافرين. فننتظر يا جماعة، نصبر إن شاء الله، ربما بعد ساعات، ربما لا أدري أنا بعد أيام، يعني تكون لنا أخبار سارة مفرحة، وهذه لكم ولكل المهاجرين. فقط يا جماعة أنا نزيد نأكد مرة أخرى، الإخوة ما تفهمونيش بالغالط، لأنه كدرت منشور قلت يعني ما نشريوش تذاكر لرحلات اللي موش معترف بها، وكذلك لشركات أو على شركات أجنبية اللي ما زالت ما ادتش الموافقة أو الاعتماد أو حتى يعني البرنامج الخاص بها. إن شاء الله كل جديد يا جماعة وكل حاجة رسمية تأكدوا أنه راح يتلقوا على الصفحات. أشكركم مرة أخرى على الاهتمام تاعكم، على المتابعة تاعكم، على التعليق تاعكم وعلى ردود الفعل تاعكم. فننتظر والصبر جميل إن شاء الله. شكرا لكم جميعا، أمسية سعيدة، ونلتقي في مناسبة أخرى إن شاء الله تكون ملؤها إن شاء الله الأخبار السعيدة والمفرحة لكم
ولنا ولكل المتتبعين إن شاء الله. السلام عليكم.